السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده. وبالنسبه لكم نتوما الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش الاشتراك بالضغط على المربع الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وايضا تفعيل خاصيه الجرس ليصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما تشوف العنوان ديال الفيديو غادي نشوفوا فيديو اول او لا مشترياتي من واحد الموقع اللي هو مشهور بزاف، اللي هو الموقع ديال زافول. هذا سيت شينوا اللي بزاف ديال اليوتيوبرز حول العالم تعاملوا معاه واشادوا بجوده المنتجات ديالو. اكيد بزاف الناس كيتقداو منه يعني، وكيشكروا بزاف المنتجات ديال هذا الموقع. فقبل ما نبدا يعني نستعرض عليكم داكشي اللي توصلت به، اول حاجه لاحظت يعني في هاد المنتجات اللي توصلت بهم هو لو رابور كاليتي بري، يعني جوده ممتازه باتمنه اللي هي فعلا جد جد مناسبه. يعني كيف ما يعني بلا ما بدون مبالغه يعني الجوده ديال داكشي اللي توصلت به يعني جوده اللي هي معقوله جدا، يعني بالمقارنه مع الاثمنه ديالها فعلا اثمنه معقوله جدا، واثمنه اللي هي كيف ما قلت جد مناسبه. فاول حاجه غادي نبدا بها هما لي اكسسوار. فغادي نبدا بهاد الغسل اللي ديجا انا لابساه، هذا هو الشكل ديالو، يعني عجبني بزاف هذاك الشيء اللي بقيت لابساه. يعني كيجي اللوين ديالو بحال هكا، يعني كيجي ذهبي وفيه هاد لي موتيف هكا مرخمين، هذا هو الشكل ديالو. كيجي كيف ما قلت هكا ناعم سامبل، شي حاجه اللي بسيطه وفي نفس الوقت صحيح، يعني ماشي شي حاجه اللي كتهرس ولا شي حاجه، يعني صحيح مزيان. والمريضر ديالو زوين بزاف انيق، كيجينا مع الرومي مع البلدي، هذا هو الشكل ديالو. هذه هي اللبسه ديالو، كيجي هكا زويون بزاف. ثاني حاجه او ثاني ارتيكل معايا هاد الارتيكل هذا اللي كيتلبس هنا هكا، يعني كان هكا كيجي مع لي شوميز او اي حاجه بحال هكا كيجي، يعني زوين بزاف عجبني. يعني شوفوا كيعطي واحد المنظر اللي هو هائل، خصوصا الا كنا هكا لابسين واحد لا شوميز اللي هي سامبل، يعني ما يكونوش فيها هكا دي موتيف، فغادي يجي غزال. يعني غتكون القميجه غير عاديه، يعني لا شوميز تكون غير شي حاجه بسيطه، وهو غادي يعطيها واحد لا فالور، يعني غادي يعطيها واحد الاضافه. كيجي بحال هكا الشكل ديالو انيق جدا، نتمنى يكون واضح لكم مزيان بحال هكا، يعني والفينيسيون ديالو مخيره، يعني ما عندي ما نقول فيها، ممتاز. هذا هو الشكل ديالو عن قرب. على اي غادي نخلي لكم الروابط ديال المنتجات كامله في صندوق الوصف، سيروا شوفوهم عن قرب، يعني غزالين بزاف. هذا هو الشكل ديالو. ثالث حاجه هما هاد النظارات اللي فريمون حمقوني، هذا هو الشكل ديالو، يعني هما خارجين دابا داجين بزاف على الموضه، الشكل ديال القطه هكا كيجيو في النواغ هكا، وكيجيو من هنا مذهبين. هذا هو الشكل ديالهم، نلبسهم لكم باش تشوفوهم اكثر، يعني فعلا كيجيو زوين بزاف عجبوني بزاف زوينين، يعني هكا فاصل بحال هكا، يعني كيجيو زوينين. واهم حاجه يعني بالنسبه لي انا، يعني في النظاره دائما كناخذ هذه المساله يعني بعين الاعتبار، يعني النظارات ما يكونوش ثقال، يعني كيخليو لنا هنا واحد يعني واحد لي طخاس هنا، كتحس بحال واحد الجبل محطوط لك هنا. فريمون هذه القضيه ما كايناش، وهذا ما كيعنيش انهم ما صحاش، بالعكس يعني صحيحين زوينين، الفينيسيون ديالهم مخيره يعني بحال هكا، وفي نفس الوقت كيف ما قلت ما تقالش، يعني كنحطهم مريحه بهم، ما كاين بهم حتى شي مشكل، يعني كيجيو فعلا زوينين بزاف وانيقين بزاف. يعني بالنسبه هكا لي اكسسوار هادشي اللي كاين، عندي هنا واحد السريول حتى هو، هذا هو الشكل ديالو. هاد السروال هذا سخون، يعني الثوب ديالو سخون، طبيعي الحال غتسالوا علاش سخون وخديتو في هاد الجو، فانا خديتو خفت انه ما يبقاش في السطوك لانه بصراحه حمقني. هذا هو الشكل ديالو بحال هكا كيجي، نتمنى يكون باين لكم مزيان بحال هكا. ومن التحت يعني من هنا عنده بحال الشكل ديال كولون خارج، هو ما طويلش السروال بحال هكا، وعاد من هنا هذا هو الشكل ديالو، يعني الشكل ديالو زوين بزاف مختلف، خصوصا هكا يعني في الشام على لي بو كيجي شي حاجه غزاله، والفينيسيون ديالو غزال 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 بزاف، والثوب ديالو رطب وفي نفس الوقت سخون، داير بحال الشكل ديال الكشمير بحال هكا. على اي ملي غادي تدخلوا الموقع غادي تلقاو هكا لي ديتاي، يعني التفاصيل الممله. ف مع العلم انه باقي الحال، يعني ان شاء الله نخليه للشتاء المقبل بحال هكا، زوين زوين بزاف. واخر حاجه واللي هي يعني هاد لاشوميز اللي انا لابسه اليوم كيف ما كتشوفوا، يعني شوفوا شحال زوينه، يعني كتجي هكا بيضاء وفيها هاد لي موتيف بحال هكا هكا، يعني الوان بهوجه صيفيه، كتجي زوينه في اللبسه ديالها. الثوب ديالها بارد حتى هي كيف ما قلت، يعني لا كاليتي ديالها ممتازه بالمقارنه مع الثمن ديالها، يعني الاثمنه ما بقيتش عقل عليهم، ولكن غتلقاو كلشي في صندوق الوصف.
فكتجي بحال هكا، يعني فيها هاد الزواق هنا من الجهه ديال الصدر وهنا في الكتاف وحتى في الخلف، يعني هنا في البلاصه هكا، يعني كتجي في اللبسه ديالها زوينه زوينه بزاف وبارده، الثوب ديالها بارد. واهم حاجه هما يعني هنا بلاصه الصديفات هنا، يعني مضرقين داك الصديفات بحال هكا، يعني كتجي انيقه في اللبسه ديالها، والطول ديالها يعني معقول، ما طويلاش بزاف وما قصيراش بزاف، يعني بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجاب تجيهم مزيانه، حتى بالنسبه للبنات اللي ما دايرينش الحجاب غادي تجيهم خيره فعلا، زوينه زوينه بزاف. وانا يعني من طلبتها من الموقع كنت خايفه من حاجه واحده يعني بصراحه، هما هاد لي موتيف اللي كاينين هنا يعني ما كانوش باينين راهما مطرزين، يعني انا اعتقدت انهم غير مطبقوا عيني ولا شي حاجه، فخفت انهم يتقشروا اولا ما يتصبنوا كيطلقوا. فبالتالي منين توصلت بها يعني مطروزين، يعني مطرزين بواحد الطريقه اللي هي عاليه، يعني حرفيه عاليه، يعني الشكل ديالها مضبوط مخيره، يعني ما عنديش ما نقول فيها، وفعلا بدون مبالغه عجبتني بزاف. فبالنسبه للكيفيه ديال التسوق من هذا الموقع، فيكفي تكون عندنا واحد كارت بونكير انترناسيونال او لا هكا واحد كيفاش بالعربيه، واحد بطاقه بنكيه دوليه بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على هذه البطاقه، يكفي انهم يمشيو للبنك اللي كيتعاملوا معها ويطلبوها، هما ان شاء الله غادي يوريهم كيفاش، يعني سهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، باش تخولكم انكم تسوقوا يعني بمواقع بحال هذه او لاي مواقع اجنبيه اخرى. وبالنسبه يعني للروابط ديال هاد المشتريات ديالي، يعني كل حاجه على حده غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، اضافه الى الكود ديال الخصم اللي كيوصل من يعني كيبدا من 5% حتى 50%، يعني بالاسم ديالي غادي نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف، امل جرنال غادي تلقاوه حتى هو. وبالمناسبه يعني الموقع يعني بهاد المناسبه ديال عيد الاضحى يعني غادي يدير واحد الانشطه احتفاليه بالمناسبه نفسها، كتبدا من يعني 23 اوت اللي هو اغسطس حتى 5 سبتمبر، وكيوصل الخصم يعني ديال المشتريات اللي كاينه في الموقع حتى 70%، يعني ضروري ديروا دويره راه غيحمقكم داكشي اللي كاينه تما، اضافه الى مكافئات وهدايا كتوصل القيمه ديالها حتى 300 دولار بالنسبه يعني للزبائن الجدد، الناس يعني اللي عاد تقيدوا في الموقع، اضافه الى نشاط ديال الجيف اواي غادي يكون يعني في الصفحه الرسميه ديال الموقع في الفيسبوك والانستغرام. فكنتمنى انكم ديروا واحد الجوله في الموقع، راه غادي يعجبكم الحال، يعني الملابس الثمن ديالهم مغري جدا، وكيف ما قلت الجوده ديالهم فعلا وبدون مبالغه عاليه عاليه بزاف. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم المعلومات كامله في صندوق الوصف، سيروا دخلوا وشوفوا كل حاجه على حده وان شاء الله يعجبكم الحال. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لايكاتكم، وشكرا على حسن التتبع، وإلى فيديوهات قادمه ان شاء الله.